مرحبا واهلا فيكم من المقر المؤقت مره ثانيه. نحن بخير بمدينه ميرسين، ما في اي مشكله الحياه خلال كل ال 15 يوم الماضيه، ولكن صار في زحمه بميرسين وفي عنا معارف واقارب، فاحيانا نضطر نوزع المساحات الموجوده تحت ايدنا بناء على المعطيات الجديده. في كثير من الناس صاروا بلا مسكن، بلا مأوى، فممكن تروح مساحات واسعه لضرورات اليوم، فنحن عم نصور من هالمكان شوي الضيق لهذا السبب، والا ما في سبب اخر. وان شاء الله الامور بتكون على خير بالايام القادمه. حكينا خلال الايام الماضيه حقيقه عن ما سماه امبارح كان هذا المصطلح واضح في الاعلام السوري، دبلوماسيه الكوارث، انه كيف نستغل او كيف يستغل النظام السوري الكارثه لرفع العقوبات عنه، ولكي يعود الى خلينا نقول المحيط الاقليمي والى الساحه الدوليه. هو يفكر بهذه الطريقه، وحكينا امبارح بالادله، بتمنى تشوفوا تسجيل امبارح ويوم امس اول امس، في تسجيلين حول الموضوع مهمين، بتوقع لنفهم كيف الامور على الصعيد الخارجي بالسياسه الخارجيه كيف تدار. عقلية نظام انه يتصرف كأنه هو من صنع الزلزال وضرب اعدائه في الزلزال، ما بيهمه شو حجم الاضرار يلي اصابت السوريين، سواء كان في تركيا او في سوريا، والاضرار الكبيرة على المستوى المعيشي، ولكن هو ينظر الى ما تسبب الضرر بالزلزال الى الاخرين، وانه اصبح اليوم المجتمع الدولي مضطر للتعامل مع النظام من اجل اتمام عملية الإغاثة والإنقاذ. هو أنا موجود، شلون كنت دخله، فأنا وهذا كل يوم عم نشوفه، وهو دائما بالإعلام يحاول أن يجير هذا الموضوع لصالحه. مثلا اليوم شفت أنه خبر بأحد وسائل الإعلام اللي تابعة للنظام أنه والله كسر الحصار ووصول أول طائرة أوروبية من النرويج. فتت لشوف الخبر، هو طلع طائرة للصليب الأحمر النرويجي بالتعاون مع الهلال الأحمر، جايين شباب من لبنان ووصلين مساعدات. الموضوع ما له علاقة بإطار الدولة النرويجية ولا له علاقة بالاتحاد الأوروبي، فهو عم يحاول يسوق هذا الموضوع. طبعا له هو نظرة معينة حكينا عليها مبارح بشكل موسع. اليوم ما بدي أحكي عن السياسة الخارجية، بدي أحكي عن ما يجري في الداخل. مع الأسف عاد النظام ليستخدم ذات الأدوات لحتى يطبق على من هو تحت سيطرته لحد اليوم من خلال القبضة الأمنية وأدواتها، خلينا نقول الأدوات اللي هي ممكن تكون مؤسسات العامة، الوظيفة العامة، الاتحادات، المنظمات، النقابات، مع الأسف للتحشيد. هلأ بنشوف ليش هو بده يحشد الناس مرة تانية، فهو هذا الموضوع أصبح ظاهر، وبدأ بمنطقة كانت رخوة وكانت ضعيفة، وظهر فيها نوع من الاحتجاجات، عم نحكي على السويدة قبل الزلزال والحادثة الشهيرة بمهاجمة مبنى المحافظة والتخوين واللي صار بعدين. شباب السويدة قرروا انه هن يعملوا وقفة صامتة كل يوم اثنين على ما اذكر. هلا هو بلش من هنيك وبلش يطالع من الرفاق الحزبيين بين قوسين، او المؤسسات الخاضعة عن طريق الحزب. هالمرة بلش يستخدم الحزب وإلا شو وإلا؟ أنه أنت موظف لازم تكون بالساحة المعينة الساعة كذا، وإلا بيروح فيك تقرير أنه أنت والله مانك تمام، مانك مع النظام. فبلشوا رجعوا مع الأسف، رغم فكرنا نحن هالمرحلة انتهت وخلصت، طلعت ما انتهت مع الأسف، فرجعوا يستخدموا هذا الأسلوب بالسويدة، وبلشوا اليوم يعمموه على كل المحافظات السورية. اليوم كان في إذا لاحظتوا ايضا مظهر من هذه المظاهر، بانه عطلوا مجموعه من المدارس وطالعوا الاطفال في مظاهرات او وقفات يطالبوا رفع العقوبات على سوريا من خلال هؤلاء الاطفال، ما يسمى منظمه طلائع البعث. هذا بالظاهر يلي بده يظهر مع الايام، واللي وصلنا انه عمليه التضييق على الموظفين بالاتحادات، بكره على طلاب الجامعات بنفس الطريقه. نحن بنقول طب هدول ليش عم يطلعوا؟ لأن الحقيقة هن بيهددوا مصيره ومستقبله الواحد. إذا طالب مثلا بالجامعة وتبلغ إنه هو لازم يطلع وما طلع، بجوز بعمره ما عاد ينجح، وحتى ممكن يتعرض لمضايقات أمنية، الموظف ممكن أيضا يهددوه بلقمة عيشه. فالموضوع مانه بالسهولة إنه الواحد يتجاوز هذا الموضوع أو يطنش أو ما يرد عليهم، إذا بدنا نحكي باللغة المحكية. فبلشت عملية هي التحشيد يلي بدنا نحكي النظام ليش بدي يحشد اليوم، وليش هو بيحشد بالعادة. يمكن في كتير ناس ما بيعرفوا هالمعلومة يلي هي ليست كما تظهر عليه.
عملية التحشيد بسوريا ليس يعني كما ممكن الواحد يتخيل. حقيقة السلطة في سوريا ما نسألي على الناس، يعني ما نسألي حتى اليوم مثلا هي مناطق خارج سيطرتها، كل ما هو خارج سيطرتها ما لا أي يعني حقيقة ما بتطلع على حتى ترد على أي انتقادات آتية من الخارج من أفراد أو جماعات. عملية التحشيد بمنطقتنا عموما هي لإظهار السلطة مدى قدرتها على ضبط الشارع في هذه المنطقة، لأن إذا ما أظهرت هذه القدرة ما حدا بيرد عليها في الخارج، ودائما السلطات في منطقتنا ومنهم السلطة في سوريا تأخذ شرعيتها ودعمها من الخارج، وهذا الموضوع شرحناه يعني بشكل أو بآخر خلال اليومين الماضيين. فأي شخصية أو حزب أو يعني منظمة كانت شرعية ولا غير شرعية بدها تبيع خدماتها للخارج، ومع الأسف من يصل إلى السلطة مثل ما قلنا بيعمل شيء اسمه رأسملة الدولة، وهذا الشيء صار على دور حافظ الأسد، وبيبيع خدماته بمعنى ما يستطيع التحكم به من بشر وثروات إلى الخارج ضمن مشاريعهم. فهن أول شيء بيعملوا مثل يعني اختبار وبيضلوا مراقبين شو قدرته على يعني تحريك الناس بالاتجاه اللي بدهم إياه، بعدين هن بيتفقوا. يعني هن مثلا أنه والله عندنا هالمجاميع البشرية، إذا كان ضابط عنده مثلا مجموعة من الجنود، إذا كان اقتصادي يعني بالاتجاه اللي هو فيه بيطلبوا منه لحتى يستعرض القوى، بيطلبوا منه استعراض قوة يعني لحتى هن يتأكدوا أنه هو فعلا قادر على فعل شيء على الأرض، وقتها بيعتمدوه وبيمدوه وبيدعموه بالمال إلى آخره، وبيشتروا منه يعني ما يخدم مصالحهم. فعلى ما يبدو أنا أتوقع طبعا في طلب من الخارج أنه رجع أثبتلنا، أنا برأيي أنه هذا النظام خلصت صلاحيته. يعني أنا بالنسبة لي وصل القوى الكبيرة الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا يلي إلى دور كبير ب يعني مباركة وجود سلطة ما في منطقتنا، وصلت لنقطة حدية لا يمكن التراجع عنها. مرة تانية اتهامه بجرائم حرب، مبارح أيضا يعني كان في محاكمة بألمانيا، قانون الكبتاجون لآخره. هن مانو قادرين يعني وصلوا نقطة هن إذا بدهم مانو قادرين يعيدوا العلاقات مع نظام الأسد، ولكن هو لأن بيعرف هذا الموضوع فهو شعوره بالنصر يلي حكينا عليه مبارح بأنه هو ضرب خصومه بالزلزال وهزهوه الواضح كان على الرئيس بشار الأسد وعلى كل اليوم المحللين، وحتى الشماتة في خطابهم مع الأسف يلي عم نشوفه يوميا على الشاشات التلفزيون بده يرافقوه. هلا بقى بده يظهروا لا يعني أصحاب القوى والنفوذ في العالم أنه نحن لازلنا قادرين السيطرة على الشارع والتحشيد، تعاملوا معنا لساتنا نحن موجودين، لساتنا هون مثل ما عرفتونا ويمكن أكثر. فبالتالي هو بلش بهذا الموضوع. اليوم شفنا يعني نحن كنا عم نشوف شلون واجه احتجاجات الصامتة بالسويدة من خلال مظاهر تشبه ما يعني بدايات بال2011، اليوم بلشنا نشوف طلائع البعث في تحضير وفي نوع من التحشيد في الداخل والتضييق على كل من يستطيع التأثير عليه. يعني مثلا ممكن ما يحسنوا يأثروا على أصحاب المهن الحرة على سبيل المثال، ولكن ممكن يأثروا على الموظف، وحقيقة ما بيحسن الموظف أو الطالب أنه يتجاهلهم بسهولة لأن ببلشوا بيهددوا بالناحية الأمنية. يمكن الأمن ما يتدخل بشكل مباشر، بس إذا طالب مثلا بالجامعة تبلغ أنه لازم تكون بالمكان الفلاني ساعة فلانية وحامل صورة وعلم، نعرف نحن الأمور كيف بسوريا وما راح، فممكن يعني فعلا يتأذى في موضوع دراسته وحتى تخرجه، وممكن أيضا يتم مساءلته أمنيا. يعني نحن الاتحادات والنقابات هي فروعة أمن، أو هي شعب، أو هي خلينا نقول أدوات وأزرع لفروعة الأمن لضبط الجمهور السوري. فبلش مع الأسف النظام مرة تانية بعد ما فكرنا أنه هي القصة خلصت من سوريا، يعود إلى أساليبه القديمة في إطار التحشيد وأظهار أنه قادر على التحكم بالشارع السوري وعلى استنهاض هذا الشارع لتأييده وتأييد استمراره في الحكم. يعني أنه شوفوني لساتني، بلكي يعود إلى اعتماد النظام لكي يستمر بالحكم إلى فترة طويلة قادمة. هلا لو كان فعلا مثل ما حكينا أنه هو قابل للاستمرار كان يعني نص مصيبة، يعني لأن نحن أنه ما نأمله كلنا كسوريين أنه نحن نستغير ونخلص من هالحقبة، ولكن أسوأ ما يمكن أن يكون أن تستمر الأمور على ما هي عليه. ونص المصيبة أنه
أمرنا لله أنه الواحد أنه أيضا يعني يمضي في حكم الأسد، بس على الأقل يكون في شيء متوفر يعني الحد الأدنى المعيشي، لأن نحن مرة تانية ننظر إلى السوريين اليوم في كل المناطق أنه هن مختطفين ورهائن، فممكن يعني نساير سنة سنتين ثلاثة لحتى نشوف شو بدنا نعمل بهالبلوة يلي يعني ابتلينا فيه وما عاد نعرف نخلص منها. ولكن مع الأسف سلوك النظام بهذه الطريقة رح يفوت علينا الجهود الدولية اليوم المبذولة لمساعدة الشعب السوري، سواء في تلافي آثار الزلزال أو بتلافي الآثار الكارثية بتدهور الوضع المعيشي اللي كان على مدى سنوات. بدي أرجع أذكر اليوم من الصعوبة التامة يعني، وهذا الموضوع يا ريت اللي عنده علاقات يحاول يوصل هالصورة بلغات المختلفة الإنجليزية وغيرها إلى سواء، اليوم من الصعوبة التامة الفرز بين ضحايا الزلزال وضحايا الحرب وضحايا يعني الممارسات اللي مارس النظام السوري خلال السنوات الماضية. اليوم المعوزين، أعداد المعوزين في سوريا أكثر بكثير من ضحايا الزلزال، والنظام يستخدم هؤلاء يعني صار من أكثر من مصدر أجاني أنه أحياناً أو في كثير من الأحيان وقت بتيجي بعثات عم ياخدوها، إذا بدنا نحكي عن مدينة حلب على مناطق متضررة يعني في مدينة حلب منذ أيام الحرب من القصف والبراميل إلى آخره، وحصل فيها ضرر إضافي يعني كان مثلا فيها شيء متشقق اليوم وقع، عم ياخدوا المنظمات على هذه المناطق أنه شوفوا الأضرار اللي حصلت بموجب الزلزال، ولكن معظم هذه الأضرار حصلت من ممارسات النظام، قصف النظام من البراميل. وحتى بدي سمعكم هالمقطع الصغير لحتى تتأكدوا يعني أنه هذا على التلفزيون سما شبه الرسمي في تنويه لهالنقطة اللي عم بحكي عليه. نحن في عندهم أبنية متضررة أيام الأزمة، وهلأ بعد لهسة اتضعضعت الأبنية أكثر، اتضعضعت عم نقوم بإزالة الخطر عم نقوم بإزالته بحيث نحافظ على سلامة المواطنين وأرواحهم يعني. فإذا هو عم يحاول يحصل على تفويض لإصلاح كل الأضرار التي حصلت في سوريا، مو بس يعني أضرار الزلزال، وكان هذا منيح لو عنده فرصة للنجاح يعني بالنهاية إذا بدنا ننظر نحن من زاوية واسعة بغض النظر. يعني أنا ممكن أعلن كنضال معروف أنه أنا لا مصالحة مع النظام، وأنه أنا لا أعود مثلا إلى سوريا، قادر أنه أنا ضل برا وما بدي أخي، طالما في هذا النظام والرئيس بشار الأسد على سدة السلطة أخي أنا ما برجع على سوريا، ويعني يعطيكم العافية كافي خير شري. ولكن في نحن ملايين الناس اليوم ما فينا نحطهم بنفس الموقف اللي أنا أخذه بشكل فردي، أنا بدي أنظر لمصالحهم. إذا كان في فرصة أنه والله يضل بشار الأسد سنتين ثلاثة أربعة وهدول الناس تتحسن أوضاعهم ويعودوا يعني إلى منازلهم، نعيد يعني بناء مساكن لهم كان متضرر من الزلزال والحرب، هذا شيء منيح بالنهاية. ولكن مع الأسف ما في فرصة بهذا الاتجاه. اليوم المعروض نرجع للخارج بقى اللي حكينا على الداخل، واستخدام النظام والتضييق على الناس أمنيا ومن خلال المؤسسات العامة على الناس لحتى تظهر أنه هي مؤيدة، وممكن نوصل لمرحلة أنه هلأ شفنا اليوم طلائع البعث، ممكن نشوف شيء بخص اتحاد طلبة سوريا، وبعدين ممكن يكون في دعوة للتظاهر. يعني أنا شايف الأمور رايحة لهذاك الاتجاه، ما بعرف قديش النظام قادر أنه يحشد بهذا الاتجاه. فهذا الموضوع الحقيقة رح يفشل جهود الإغاثة، لأن المطروح كحل عربي امبارح شفناه بزيارته لسلطنة عمان ودوليا مو هذا الموضوع، ما في طرح اليوم لإعادة تعويم النظام، هذا الخيار ما عاد ممكن. اللي مطروح اليوم انه يفتحوا مسار إغاثي إدارة للمساعدات وتوزيع المساعدات وإعادة الأعمار وإعادة تسكين الناس سواء متضررين من الزلزال أو من دمار الحروب، بالتوازي مع المضي في الحل السياسي، وهذا الموضوع ممكن يكون له الأولوية موضوع الكوارث، ولكن آخر شيء المسارين غير منفصلين. يعني اليوم لو في هاي الفرصة، أنا مرة تانية كنت وضحت انه هاي الفرصة موجودة ويمكن كنت ايدتها، ولكن اليوم هاي الفرصة غير موجودة. يعني اذا النظام بده يتصرف انه انا موجودة كل شيء، انا المفوض الوحيد يعني والحصري اللي اتمم هذه المرحلة واعيد اللاجئين، لسه صحيح هذا موضوع اللاجئين متلازم يعني الطرح الخليجي او العربي بمباركة غربية لمتضرري الزلزال في الداخل لكي نعيد اللاجئين على الاقل من تركيا ونوطنهم في سوريا، هل فرصة رح تضيع إذا ظل النظام يسلك هذا السلوك وحاول أن يستحوذ ويعني يحصل على تفويض حصري بإنجاز هذه المرحلة؟ ما رح يقبلوا، لأن هن أيضا يعني هذا ما بننكره أيضا بيحاولوا أنه يعني يعززوا نفوذهم وسلطتهم في مناطق النظام من خلال المساعدات. يعني هلأ نحن ما نفرح وقت الإمارات ما بعرف صار 30-40 طيارة
يعني جاية بالمساعدات، وهي يعني أعلنت، كان السعودية وغيرها أعلنوا منازل إلى آخره. هذا الموضوع لا يمكن أن يكون بالمجان، يعني نحن بنعرف هذا الشيء، ما في شيء بالمجان. زيادة المساعدات يعني زيادة النفوذ، يعني هلا هن عم يمدوا له للرئيس بشار الأسد لحتى يحصلوا منه، يعني لحظة من اللحظات، وبتعود على موضوع هذا الكرم والإمداد، لحظة من اللحظات توقع هذا الشيء صار بعمان، أنه أخي إذا أنت بدك هذا الشيء يستمر بدك كذا وكذا. فهو إذا رجع تعامل بنفس المنطق اللي عم يتعامل فيه خلال 11 السنة الماضية، راح يكون هذا سبب بإفشال هذا المسار كله وحرمان السوريين من أي مساعدات وتركهم إلى مصير المجهول. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.